يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا مسألة العذر بالجهل، وهل كل من جهل، وهل كل جهل يعذر به صاحبه؟ وهل هناك فرق بين جهل عدم بلوغ الحجة والجهل الناتج عن الإعراض؟ أنا أشوف أنهم أكثر من هذا، يريدون أنهم يعذرون عباد القبور وعباد الأضرحة، وهذه مغالطة، لأنهم ليس لهم عذر. الجهل الذي يعذر به هو الذي لا يمكن زواله، بأن يكون الإنسان في مكان ليس لم يبلغه شيء، وليس عنده أحد يبلغه ويسأله، هذا يعذر بالجهل إلى أن يتيسر له التعلم وسؤال أهل العلم. أما العالم الإسلامي اليوم فلا يعذر أحد بالجهل فيهم، لوجود القرآن ولوجود السنة ولوجود العلماء ولوجود الكتب، فلا يعذر أحد بهذا لأن بلغتهم الحجة. نعم. فالجهل الذي يعذر به هو الذي لا يمكن زواله، أما الجهل الذي لا يعذر به فهو الذي يمكن زواله، ولكن صاحبه لا يسأل ولا يهتم، وهذا ما عليه غالب هؤلاء، أنهم لا يهتمون ولا يسألون، بل لا يقبلون أيضا، إذا بلغوا لا يقبلون ويعيرون من يبلغهم، وهذا متشدد، هذا متطرف، هذا متشدد، هذا تكفيري، هذا وهابي، إلى آخر ما يقولون، ولا يقبلون الحق. هؤلاء يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل لأنه بلغتهم الحجة، لكن ردوها، بلغتهم الحجة وردوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وهل هناك مرجع موثوق ينصح به فضيلتكم في هذه المسألة؟ القرآن والسنة، المرجع هو الكتاب والسنة. نعم.